عشان ما تفرش. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من مدينة طنجة، ونحن نتواجد بأحد ملاعب كرة القدم بالقرية الرياضية بالزياتن، ومعنا رئيس فريق رجاء البوغاز، ونيابة عن مجموعة من الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء العصبة الجوية لكرة القدم، بعد حرمانهم من الدعم المخصص من طرف المجالس المنتخبة، وكيقولوا بأنهم هذه 5 سنوات ما خداو حتى سنتيم. إذا مزيد من التفاصيل نعرفوا علاش، على لسان رئيس رجاء البوغاز العاطفي. مرحبا بك. مرحبا. قرب منك. مرحبا بك. كاين المشكله عندكم مع المجالس المنتخبه؟ وهذه دابا دخل في 5 سنين، وفريق الفرق الطنجاويه كتعاني، خصوصا الفرق الطنجاويه كتعاني من الدعم، لان ما كاينش الدعم، الرؤساء راه كيخسروا من الجيب ديالهم، زائد تضحيه اللاعبين، زائد تضحيه المسيرين، والرياضه ما يمكنش تمشي هايده وتستافد. كانت كاينه جائحه، ورغم الجائحه كاين مجالس اخرى اللي دعمت الفرق ديالها، ولكن حنا في المجلس ديالنا وقع تماطل، وكانت عندنا لقاءات مكثفه مع العمده المدينه ومع المجلس الاقليمي، رئيس المجلس الاقليمي ورئيس ديال الجهه، ولكن كانت دائما كنتلقاو وعود كاذبه، باقي ما كاينش حتى شي دعم، حتى شي حاجه اللي تحفزنا بان احنا نزيدوا القدام. واخر اجتماع ديال الفرق ديال العصبه اللي هما طنجاويه اجتمعنا يوم الجمعه في 6:30، وخدينا قرار باننا احنا غنجمدوا النشاط ديالنا في الحاله اذا الاجهزه المعنيه ما حاولتش تدخلت وحاولت تعمل. مشكل ديال الميناح. عندنا مشكل ديال الميناح، مشكل كبير ديال الميناح، لان الكره دابا رجعت مكلفه، اللاعبين كيطلبوا تحفيزات، كاين مشاكل، كاين بزاف ديال الحاجات، وحنا ما يمكنناش بوحديتنا بدون دعم نقدروا نوفروا داك الشيء. وانا باللسان ديالي نيابه على رؤساء الفرق كنرفعوا شعار التحدي، وباننا حنايا في الحاله اذا ما كانش شي دعم راه حنا غنضطروا باننا حنا نجمدوا البطوله ديالنا كفرق كاملين بينا، ما كاينش استثناء عندنا في الفرق. شحال من فرقه تقريبا اللي خدمت نقولوا تقريبا وقيله شي 57 فرقه غاديه 57 فيها الفرق ديال القسم الممتاز والقسم الثالث، وفي نفس الوقت ديال الكاتريوم، والكره النسويه حتى هي ما كاينه، حتى هي ما كتستافدش، الميني فوت هما ما كيستافدوش، حتى واحد ما كيستافد، المجالس قطعت على كل شيء وقالت بانها كتعيش ازمه خانقه، بالعين بان كنشوفوا بان الدعم اللي كيخرج من الرياضه كيمشي وكيتصرف في فرق اخرى، مثلا اتحاد طنجه، مثلا بزاف ديالها، وحنا ماشي كونترا بان اتحاد طنجه تستافد، بالعكس بان اتحاد طنجه راه الفريق الاول ديال المدينه وخصو يستافد وخصو يكون عنده دعم، ولكن بالنسبه لنا حنا كفرق قاعديه وحنا اللي كنكونوا اللاعبين وكنحميو بزاف ديال الاولاد من التشرد، راه كل فرقه عندها تقريبا 100 لاعب بين فئات العمريه الميني كادي جونيور وسينيور، فكاين هادو كنظن اكراهات باش تسيمتينا 100 عنصر ولا 100 وزياده. يعني هذه الفرق كامله كتعيش في ازمه خانقه. خانقه وكامله، كنا خدينا قرار باننا حنا غنعملوا وقفه هذا الاسبوع هذا في الباب الولايه، غنشاركوا فيها كاملين كلاعبين كمكتب مسير كرؤساء كاعضاء، ولكن جاء تدخل من بعض الاخوان قال لك لا، لان حنا طلبنا لقاء مع السي الوالي، وكنشوفوا ديك الرد باقي ما جاناش، واش الرساله ديالنا ما وصلتش للسي الوالي، ولا كاين تما شي مانع اللي خلى بانه ما يبرمش معنا لقاء باش يشوف المعاناه ديالنا، بالعين بان السي الوالي دابا المهديه حنا كنعرفوا بانه هو ملي كان في وجده كان كيدعم فريق ديال وجده، هو حضر معاه الملحمه ديال الصعود وكيدعم الرياضه وكيوقف على الرياضه، وشي اللي زاد حفزنا وزاد عطانا واحد الثقه في النفس هو بانه هو مؤخرا عمل واحد جيست مزيان مع فريق ديال اجيال التضامن، وفر لهم حافله ديال التنقل، ونطلبوه نكونوا حتى حنا من بين المستفيدين بالتدخلات ديالو لاسراع هذه المنحه، لان هذه المنحه هذه اذا ما تسرعناش بها دابا راه ما غنقدروش نلعبوا. اليوم حنا عندنا مقابله مع تيتوان، لاعبين مقابله مع تيتوان، المصاريف ديالها تقريبا 1400 درهم.
من اين هذا؟ فهمتي؟ ما ينعجبوا هذا الشيء هذا، واش الواحد يقدر يزول لولاده 1400 درهم كل اسبوع ويلعب بها؟ ما يمكنش، فهمتيني؟ مقابلات اسبوعيه. اسبوعيه. مره هنا مره خارج طنجه، فهمتيني؟ ترونسبور والماكله والديبلاسيون، فما بالك على التحفيزات ديال اللاعبين، فما بالك على 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 الاستعدادات ديال اللاعبين. ملي كتبغي توجد فرقه النهار الحال خصك تنين الثلاث والاربع والخميس، عندك اكراهات ديال التنقل، عندك اكراهات ديال لي بليسور ديال الملاعبيه، عندنا لاعبي مهرس من الكتف ديالو، راه حنا طلعناه كلينيك الزرقطوني في الدار البيضاء، وهذا الشيء هذا راه كيكون مكلف على الفريق، الناس ما كيعيشوش معنا هذه المعاناه هذه. يعني كيف ما كتعانيو نتوما على فرجاء غوغاس كيعانيو باقي الفرق. باقي الفرق اللي كيقولوا همنا واحد حنايا، فهمتيني؟ جميع الفرق كل فرقه بالاكراهات ديالها، وديك الاكراهات كتختلف من قسم لقسم، فهمتيني؟ كترجع الحده ديالها، فهمتيني؟ حتى القسم الممتاز راه عندهم اكراهات كبيره، لان يعني عندهم تنقلات حتى للحسيمه، عندهم تنقلات كذا وتنقلات كثيره، فخص الاخذ بعين الاعتبار هذه المعاناه ديال رؤساء الفرق، لان صافي حنا علينا يدنا وبحال اللي كيقولوا استسلمنا، ما بقاش عندنا فين نزيد. تقريبا كتصل لينا كل فرقه ولا على حساب المجالس. لا يعني في واحد الوقت هي في جميع الاحيان كتبقى دائما مبالغ هزيله بالنسبه للتسيير ديالنا، ولكن كانت بعض المجالس عطاتنا 70000 درهم، بعض مجلس الجماعه عطانا 40000 درهم، مور داك الشيء قسمها قال لك لا غتديو غير 20000 درهم على حسب الجائحه، من بعد وقفوا لنا مره. دابا هذه 5 سنين ما خدينا حتى شي دعم. من ما تجي جائحه وتوقف هي 20000 درهم. هي اخر منحه اللي كانت عندنا، فهمتيني؟ و20000 درهم وتينا كتمشي لك في المقابله والو 3000 4000 درهم، فهمتيني؟ كيف يعقل؟ مين كيجي الباقيه، فهمتيني؟ جات ازمه كورونا زادت وقفت كل شيء، بالعلم بان احنا العصبه الوحيده اللي كملت البطوله ديالها في الجائحه هي عصبه الشامل. كملت الاقسام ديالها كامله التروازيام وكذا، من بعد ما تفتحت شويه ديال رخفوا علينا من ناحيه ديال الجائحه، لزموا علينا العصبه باننا حنايا نكملوا البطوله ديالنا تفعيلا للبرنامج ديال الجامعه الملكيه المغربيه انذاك. اذا رغم ذلك تكملوا البطوله لا دابا عادي نوقفوا، لا دابا حنا خدينا بلاغ باننا حنا واذا ما استقبلناش بلاغ مشترك، عملنا بلاغ مشترك وطلب لقاء مع الرئيس مع الوالي، فهمتيني؟ وكنتسناو الرد ديالو، وان شاء الله اذا جاوبنا يكون خير. اذا كنتمنى يكون شي اتفاق مع الوالي يجيبكم الدعم. نعم، بحال اللي وقع في المجاتر مجلس الجهه، حتى هو وعدنا بان عندكم شي حاجه بحق باقي ما تحركوش، باقي ما شفناش، وحنا ما صالحناش منحه تجينا معطله مثلا شهر 9 ولا شهر 10، راه حنا عندنا مشكل دابا باش نلعبوا، باش نستمروا في البطوله راه ما كاينش، فهمتيني؟ خصنا الحلول فوريه، بحال اللي وقع في المضيق، راه تدخلوا واستبدوا من المنح ديالهم، الحسيمه استبدوا من المنح ديالهم، وحنا طنجه وعندنا اكبر قطب اقتصادي، وفي نفس الوقت حنا ما كنستافدوش، فهمتيني؟ هذا الشيء اللي كاين. اذا المشكل من المجالس المنتخبه. اللي وقفت علينا الدعم، ودابا ملي جلسنا معاهم قال لك لا دابا ما نقدروا نديروا معاكم والو، نتنبؤوا لكم الموسم القادم ان شاء الله تكون كاين شي دعم. السنه الماليه 2021. نعم 2021 نعم سيدي. حتى العام القادم ان شاء الله، ولكن بالتدخل من السي الوالي كل شيء ممكن، فهمتي؟ تكون حاله استثنائيه بانهم يفك المشكل. نعم سيدي. إذا هذه المسألة الرسالة اللي توجه لرؤساء المجالس والجهات بالنسبة للإخوان خصنا نقولوا لهم الناس اللي هما في مبلغ القرار واللي حنا اللي دعمناهم وقفنا معاهم باش يوصلوا لديك المناصب هذاك، فالقطاع ديال الرياضة في طنجة راه كيحتضر، راه كيموت، وضروري من التدخل السريع والفوري. حنا ماشي مرتزقة وماشي راه حنا كنديو فلوس لولادنا باش كنلعبوا الرياضة وباش نأطروا ولاد الناس، وخير ذلك راه كاين بزاف ديال الشباب، وإذا نحارف على الكرة راه كيمشي شي مصيبة التي لا يحمد عقباها، وعندنا ملفات ديال الناس بعدوا من الكره ونحرفوا ورجعوا، كاين عندهم مشاكل لا مع العائله لا مع نفسهم لا كل شيء. فلذلك حنا رؤساء الفرق او الفرق المنضويه راه حنا كنمارسوا واحد المهنه اللي هي شريفه اللي هي الرياضه، وكتطلب دائما التدخل والدعم ديال المجالس المنتخبه.
مشاهدي قناة شوف تيفي، كنتم معنا مباشرة من مدينة طنجة وبالضبط من إحدى ملاعب كرة القدم بالقرية الرياضية بالزياتن، وصرخة رئيس فريق رجاء بوغاز طنجة نيابة عن مجموعة من الفرق الرياضية التي تحرمت من الدعم المخصص لها من طرف المجالس المنتخبة ومجلس الجهة، وكيطالبوا من الوالي طنجة محمد مهيدية بالتدخل العاجل من أجل حل هذه الأزمة الخانقة خصوصا في زمن كورونا، وكيقولوا على أنهم إذا ما توصلوش بالدعم غادي يتوقفوا عن البطولة. تحية لكم مشاهدينا الكرام، ألقاكم في مباشر قادم، إلى اللقاء. صفاق صفاق البالون.